مرحبا، هل تعاني من ضيق الوقت في تعلم اللغة الإنجليزية؟ تبدأ بالتعلم لكن لا تستمر؟ تعال خلينا نحل هالمشكلة أنا وأنت الآن. 95% من العمل سوف يكون علينا و5% عليك. كما قلنا قبل قليل، مشكلة الكثيرين يعانون من ضيق الوقت وكثرة الانشغالات، لهذا السبب ما يستمرون بتعلم اللغة الإنجليزية. حتى نحل هاي المشكلة قمنا بإنتاج كورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، ألف حلقة، كل حلقة في دقيقتين كلمة جديدة مع أهم معانيها وطرق استخدامها وأيضا أهم المرادفات لكل كلمة. هذا السبب سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو، بإمكانكم متابعة الكورس، لكن مهم جدا أنك تتابع يوميا كل حلقة، وحلقة واحدة على الأقل. أيام اللي عندك وقت إضافي بإمكانك مشاهدة أكثر من حلقة وحفظ الكلمات. طبعا كل 10 كلمات بها اختبار، بإمكانك إجراء الاختبار، وإجراء الاختبار ضروري جدا. هناك حلقة خاصة في اختبار كل 10 كلمات، مثلا من الحلقة 1 إلى الحلقة 10 عندك اختبار عليها. حاول أن تجري جميع الاختبارات أيضا. سوف أضع لكم الرابط كما قلت قبل قليل أسفل هذا الفيديو، تابعوه، مهم جدا. إذا عندكم أي أسئلة أنتظر أسئلتكم، وشكرا لكم على المتابعة. ألقاكم قريبا على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.